تعود المنشآت والمرافق السياحية في حلب إلى العمل بعد إغلاقها لثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا، عودة خجولة فرضتها الحكومة السورية بنسبة إشغال بلغت 40% من طاقة عمل المنشآت، تمهيدا لإعادة فتحها كليا خلال الشهر المقبل. صدر قرار الفريق الحكومي بإعادة المنشآت السياحية إلى العمل من مطاعم ومقاهي بنسبة إشغال 40% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم ونظافة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وهذه المنشآت قامت بتطبيق هذه التعليمات بجدية وأخذتها بعين الاعتبار، وحاليا كل المنشآت تعمل بهذه الآلية. أكثر من 200 منشأة سياحية بينها مطاعم ومقاهٍ ومكاتب سياحية أعادت فتح أبوابها من جديد أمام زبائنها، رغم ارتفاع حجم الخسائر التي قدرت ب 30 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر، فيما زاد دخول قرار منع التدخين في الأماكن المغلقة حيز التطبيق من صعوبة عودة تلك المنشآت إلى وتيرة عملها السابقة. موضوع الأراجيل موضوع بأثر كتير، موضوع غلاء الأسعار موضوع بأثر كتير، موضوع الـ 30% ممكن بأثر، بس نحن حتى الـ 30% ما عم نشتغل عليها، يعني ما يعني عنا 30% ما عم نعبيها. نحن طبعا عم نشتغل هلا بس مشان نقدر ترجع عجلة الحياة للدوران، يعني عم نشتغل بخسارات كبيرة، يعني عندك علبة مطلوب مننا كمنشآت سياحية، موضوع التعقيم، موضوع هلا علبة الكفوف اللاتكس 19000 بدك علبة كل يوم. وتسهم السياحة ب 15% من الناتج المحلي الإجمالي السوري، في وقت يتوقع فيه أن تتراجع هذه النسبة بفعل قانون قيصر ووباء كورونا.